أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نتعلمه وما نقرأه في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم أنر به قبورنا، واجعلنا من الذين يجوزون على الصراط بما نتعلم وبما نصرف من وقت في طاعتك وفي تعلم العلم وتعليمه يا رب العالمين. اليوم سنتعرض لطريقتين من طرق التخريج، وانا عايز حضراتكم تركزوا بس معايا شويه، والاسئله خلوها لبعدين خالص، وان شاء الله الامر سيكون سهلا ولن يكون هناك يعني ما يضايق الفهم باذن الله تعالى. من طرق التخريج يا جماعه الخير انني اذا عرفت صفه من صفات الحديث او الروايه التي امامي اني اقوم بتخريج الحديث من الكتب التي ذكرت هذا الحديث تحت هذه الصفة. بمعنى آخر، لو أن عندي حديثا من الأحاديث، هذا الحديث حينما قلبت النظر فيه وحينما بحثت في هذا الحديث وجدت أن هذا الحديث يتضمن مشكلة في إسناده، كأن يكون هذا الحديث مرسلا، أو يكون هذا الحديث معلولا، أو يكون هذا الحديث من الثلاثيات، صفة أي صفة تتعلق بإسناد الحديث. يبقى الحديث لو كان مرسلا، يعني مثلا وجدت هذا الحديث مثلا عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قتادة بن دعامة السدوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من التابعين وليسوا من الصحابة. فإذا نظرت إلى هذا الحديث فيمكن أن يطرأ في ذهني بسرعة شديدة أني حينما أريد أن أخرج هذا الحديث أن أذهب إلى الكتب التي اهتمت بالأحاديث المراسيل، بأحاديث الإيه؟ المراسيل. لماذا؟ لأن هذه الرواية التي أمامي ما لها مرسلة، فإذا أولى حاجة إن أنا أذهب إليها إيه؟ كتب المراسيل. فعندي من كتب المراسيل وأفضلها وأوضحها والذي ألف على هذه الطريقة هو مراسيل الإمام أبي داود السجستاني، مراسيل كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني. فإذا وجدت الحديث بهذه الصفة مرسلا أمامي فإني أفزع إلى كتب المراسيل مباشرة وأخرج الحديث من كتب المراسيل. فأجد كتاب المراسيل لأبي داود مرتب على الموضوعات الفقهية، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم والحج، أذهب فأبحث عن حديثي فأجد الحديث عندي في الكتاب بتاعي أو الباب الذي أبحث عنه. لم أجد الحديث في هذا الباب ماذا أفعل؟ علي أن أسلك طريقة أخرى من طرق التخريج، مثلا طريقة موضوع الحديث، أنظر إلى موضوع الحديث وأنظر في الكتب التي ألفت على الموضوعات الفقهية والأبواب الفقهية، فسأجد حديثي ضمن الكتب، لأن الكتب المسانيد وكتب السنن والجوامع وكتب السنن مالها بوبت على الأبواب الفقهية وتضمنت الأحاديث المسندة والأحاديث المرسلة. واضح يا جماعة الخير؟ أو أبحث أيضا في كتب المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. وإنت من خلال الدربة والتجربة وكثرة البحث ستجد أن أغلب المراسيل إذا لم تجدها في كتاب المراسيل لأبي داود فستجدها غالبا في كتاب ماذا؟ في المصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أو سنن البيهقي أو هذه الكتب التي عنيت أو أكثرت من ذكر الأحاديث المراسيل. واضح يا سادة الكرام؟ طيب، ممكن أجد صفة أخرى في الحديث، كان يكون الحديث ثلاثي الإسناد، يعني بين الراوي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة،
فاذا هفزع الى كتب الثلاثيات، لو الحديث ده ابحث عنه مثلا في ثلاثيات الامام الايه البخاري او ثلاثيات الامام احمد ابن حنبل. طيب لو الحديث وجدت ان بعد الحديث احد العلماء قال هذا حديث اعله اهل العلم او حديث معلول، ماذا افعل؟ اذهب الى كتب العلل. افضل كتاب في كتب العلل كتاب العلل للامام الدارقطني، من اعظم الكتب التي الفت في العلل. هذا الكتاب يعتبر عندي في المكتبه من اغلى الكتب واهمها وافضل، مش اغلاها ثمنا يعني، اغلاها بالنسبه الى ما فيها من معلومات دسمه. كتاب العلل الوارده في الاحاديث النبويه للامام الدارقطني رحمه الله تعالى، الدارقطني، او كتاب علل ابن ابي حاتم، علل الحديث لابن ابي حاتم، علل الحديث لابن ابي حاتم، ده يا ساده الكرام مطبوع في 7 مجلدات، طبعه محترمه جدا، وفي طبعه منه مجلدين، وفي طبعه منه مجلد، يعني بحسب قدر استطاعتك ستجد هذا العلل. تبحث في كتاب الطهاره او كتاب الصلاه او كتاب الصوم ستجد يقول وسالت ابي عن حديث كذا، او سالت ابي ابا زرعه عن حديث كذا فقال هذا الحديث معلول، وتحت الابواب الفقهيه. الكتاب الدارقطني على المسانيد، عامل العلل على المسانيد، عشان انتوا برضه ايه عندكم فروق منهجيه، هو ده كتاب علل وده كتاب علل، بس بتاع الدارقطني الكبير ده عمل على المسانيد، يعني على ايه؟ على اسماء الصحابه، يعني علل الاحاديث مثلا ابي هريره، علل الاحاديث ابن عمر، يعني مش ابو هريره اللي عنده عله، لا، يعني الاحاديث التي كان اسمه فيها هو الراوي الاعلى، ولكن اصبح ايه اللي حصل؟ ها؟ يبقى اذا لما يكون الحديث فيه صفة من صفات الأسانيد ظاهرة معروفة، يبقى إذن لابد أن أذهب إلى الإيه؟ إلى الكتب المؤلفة في هذا الفن المعين، سواء كان مرسلا سواء كان معللا. وعرفنا أنه طبعا في كتب العلل الإمام الدارقطني ده مؤلف على المسانيد، أما علل ابن أبي حاتم ده مؤلف على الأبواب الفقهية. دايما يا جماعة خذوا وصية من أخوكم الصغير، لو عندك كتب الحديث وانت مهتم وربنا اكرمك وحبيت علم الحديث، حاجه تعملها واحده بس، تروح تقرا مقدمات كتب العلل مثلا وكتب الرجل، مقدمات، انا مش بقول لك اقرا الكتاب، عشان دلوقتي بقى اصبح من العسير على طلاب العلم الا من اجتهد واراد ان يصل، فانا بقول لك اقرا مقدمات الكتب بس، مقدمه الكتاب ده تستغرق منك 5 دقائق الواحد، لو كل يوم قريت مقدمة كتاب وانت في السيارة وانت في العربية في التليفون في البيت تستطيع ان تفعل اذا اردت. تقرأ مقدمات مثلا مقدمة علل الدارقطني، تقرأ مقدمة كتاب علل ابن ابي حاتم، او على الاقل وتقلب فيه وتشوف الفهرس زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لازم تبص على الفهرس شوف الكتاب ده مترتب ازاي. بعد كده يا سيدنا تروح ماسك كتب الايه الرجال، بعد ما نيجي نتكلم بقى ان شاء الله في دورة تخريج دورة الاسانيد دراسة الاسانيد هنتكلم على كتب الرجال برضه، ان كل كتاب من اللي قلناه ده في كتب التخريج، مفتاح كنوز السنه، المعجم الفارسي هنتكلم عنه شويه، اقرا مقدمه الكتاب فقط، ثم الفهرس بص كده اعرف الكتاب ده مترتب على الابواب ولا مترتب على المسانيد، اعرف بس طريقه ترتيبه ايه بس، عشان لما انت بتستحب تخرج الحديث تلاقي نفسك بسرعه قدرت تجيب ايه، لما انت عارف المكتبه ورا ظهرك كده او حتى في الكمبيوتر او في الشمله، لان يعني طبعا المره اللي جايه دي هيبقى التخريج فيه عن طريق الشمل، هو ده اصلا الاكثر استعمالا، فتعرف الكتاب ده اصلا بتاع ايه، تبقى انت عارف لانه ده في الشمل قدامك، فانت تبقى لازم عارف الكتاب ده مرتب على الموضوعات ولا مرتب على الحاجات، عشان تقدر تنوع طريقه البحث في الحديث. هو كده كده انت بتكتب له الكلمه وبيدور في الشمل، ولكن لما يكون انت عندك مهاره ساعات تكتب للشمل ده، ما دي حته حديده كمبيوتر صح ولا لا، لحد ما حد واحد الف كتاب في كتاب بحث كده وقال حافظ عصرنا الكمبيوتر، هو حافظ العصر؟ لا، هو بيوزع اشياء ممكن تبقى مدخل دخلته ما جاش صح، يروح يجيب ما يجيبلكش النتيجه، والكتاب الكلمه في اول سطر في الكتاب، يبقى لما تنوع طريقه البحث تستطيع ان تحصل على هذه الصفه. طيب ربما تكون صفه الحديث يا جماعه ليست في السند في المتن يا استاذ احمد او صار، تلاقي مثلا دكتور اسعد ايه ان مثلا الحديث ده حديث قدسي، حديث قدسي، اول ما الاقي الحديث ده قدسي عن رب العزه، اول ما ادور عليه مش هروح ادور بقى عليه في كتب السنن بقى،
انت دايما تحاول تعمل ايه؟ دايما الانسان الذكي بيحاول يقلل مساحة بحث العقل. يروح ادور على ابرة في كوم قش؟ لا، ما بقاش عارف كوم قش، صح ولا لا؟ فانا لو لقيت ايه اللي ممكن احدد موطن السقوط، يبقى انا ده اللي ادور فيه اولا. مش هجيب الكوم الاول، حتى ممكن يكون انت اصلا مكان السقوط ده انت تروح تزيله باثارك وبسبب ايه؟ ان انت قعدت تبحث من الاول. لا، انت قلل مساحة البحث من خلال ايه؟ من خلال النظر فيما هو الاقرب. وخلي بالك، تقليل مساحة البحث عن الحديث بترجع الى ايه؟ الى مهارتك في معرفة ايضا كل كتاب مترتب على ايه، صح ولا لا؟ يبقى اذا مجموعة الاوراق اللي احنا اعطينا لكم دي، انت لو عرفت الكتب كيف رتبت تستطيع بسهولة ان تصل الى نتيجة البحث الذي تريده. طيب تعالوا مثلا حديث قدسي. انا عندي كتاب اسمه الاتحافات السرية في الاحاديث القدسية، ده للشيخ محمد المدني، الاتحافات السنية في الاحاديث القدسية الاتحافات اتحفتك بحاجة يعني الاتحافات السنية في الاحاديث القدسية للشيخ محمد المدني. وفي الامام المناوي له كتاب ايضا سمي بهذا الاسم، الاتحافات السنية في الاحاديث القدسية، ده للإمام الشيخ عبد الرؤوف المناوي، ده من علماء الحديث الكبار. فإذا يا سادة يا كرام، إن عندنا أيضا كتاب اسمه جامع الأحاديث القدسية لعصام الدين الصببطي، جامع الأحاديث القدسية لعصام الدين الصببطي. هو عمل ايه؟ جمع كل الاحاديث القدسيه الموجوده امامه في كل الكتب، واراد ان يرتبها على الحروف، فجمعها في ثلاث مجلدات او في ثلاثه اجزاء، في ثلاثه اجزاء جمع كل الاحاديث. هو طبعا اجمع كتاب في الاحاديث القدسيه. طبعا هو حاول يخرج كده، بس تخريجه وليس بالايه؟ بالقوي، ليس بالقوي. ولكن في كتاب ايضا، كتاب الاحاديث القدسيه اللي طبعه المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، ده كتاب برضه يعتبر منتخب من الاحاديث القدسيه، يعني لن تجد فيه حديثا ضعيفا الا النادر. اما جامع الاحاديث القدسيه فقد جمع الصحيحه والحسنه والضعيفه والموضوع ايضا في هذا الايه؟ في هذا الكتاب. ماشي يا جماعه، احنا بنقول بس دي كتب للدواوين اللي هي، لا، الشيخ الشهرباسي شرح مجموعه من الاحاديث، اختار مجموعة من الأحاديث القدسية وشرحها في كتاب، ولذلك ما في كتب كتيرة جدا. لا، مش كتاب يفيده فيه العزم والتخريج. أما ده يقول لك رواه الترمذي وابن ماجه، أنا عايز اللي يفيدني في العزم والتخريج مش في الشرح. أنا دلوقتي في باب إيه؟ التخريج. فدلوقتي أنا بحصر عقلي برضه في تعليم في الكتاب، أدلك على الكتاب الذي يفيدك في التخريج. طيب، لقيت الحديث ده متواتر، الحديث ده ماله؟ متواتر. يعني الراجل بتقرأه كده يقول لك وهذا حديث متواتر في كتاب الفقه، تقرا في كده في كفايه الاخيار، او تقرا في الهدايه لابن الغناني، او تقرا في كتاب شرح القدوري وتلاقي يقول لك وهذا حديث متواتر. تروح انت سعادتك على طول تفزع فورا الى الكتاب الذي الف في الاحاديث المتواتره. بص، هو اعطاك الخيط، فانت وراء الخيط هو صح، هو صح. تفضل. إذن في البحث عن الحديث الذي ذكر العلماء أو نص العلماء أنه حديث متواتر، أبحث في كتب يا جماعة المتواترة التي ألفت في الأحاديث المتواترة، زي كتاب إيه؟ الأزهار المتناثرة بتاع السيوطي، وقطف الأزهار المتناثرة بتاع مين؟ بتاع السيوطي أيضا، أو كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر بتاع الكتاني. واضح يا جماعه؟ نظم المتناثر في الاحاديث المتواتر، جمع حوالي 314 حديث في هذا الكتاب. واضح يا جماعه؟ الكتاني برضه؟ نعم؟ الكتاني؟ نعم. الكتاب جماعه، العائله الكتانيه عائله كبيره، اكثر
أكثر من حوالي 5 أو 6 من العائلة الكتانية بيألفوا محمد بن جعفر ومحمد بن المنتصر والشيخ محمد بن الشيخ نعم نظم المتناثر في الحديث المتواتر للشيخ الكتاني. أفضلهم هو نظم المتناثر، هو يعني من حيث الترتيب نظم المتناثر. وأنا كنت قد هممت مرة أن أجمع كل ما كتب في الحديث المتواتر أو ما قيل عنه أنه متواتر، وطبعا ده متواتر إيه؟ لفظا. أما لما يقول لك بقى خلي بالك زاكي، خليك زاكي بقى، ولما يقول لك وقد تواتر هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم، يبقى مش هتلاقيه غالبا في كتب المتواتر. لما يقول لك تواتر المعنى قصده مش لا يقصد المتواتر اللفظي. أما لو يقول لك وهذا حديث متواتر يبقى ده معناه متواتر لفظي. أما لو يقول لك وقد تواتر هذا المعنى يبقى يقصد اللي هو ايه؟ التواتر الايه يا جماعه؟ المعنوي. يبقى العباره اقراها بدقه، حينما تقرا اقرا بدقه فتقول قد تواتر هذا المعنى ولم اجده في كتب المتواتر، ما هذا؟ الشيخ اخطا. لا، انت الذي لم تقرا قراءه متانيه، تعجلت ثم ذهبت لتبحث في غير المظنه، في غير الايه؟ المظنه. اذا اقرأ المعنى الأول، يقول لك وقد تواتر هذا المعنى، يبقى ده قصده المعنى ده موجود في السنة كثيرا، فتبحث انت بقى في كتب السنة في باب في الموضوعات الفقهية فتجد الحديث بتاعك وأحاديث أخرى بجوار هذا الحديث. أيضا حد يقول لك وهذا الحديث يعد من غريب الحديث، يعد من ايه؟ من غريب الحديث، فتبحث في كتب غريب الحديث لقاسم بن سلام وكتاب غريب الحديث لابن ايه؟ لابن الأثير، فستجد هذا الحديث. يقول لك وهذا حديث منسوخ، يبقى نرجع لكتب الايه؟ الناسخ والمنسوخ. وأهم كتاب في الناسخ والمنسوخ كتاب الاعتبار للإمام الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي رحمه الله تعالى. الإمام الحازمي ألف كتاب في الناسخ والمنسوخ مجلدين، وأيضا الإمام ابن الجوزي ألف كتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث، ولكن كتاب الحازمي هو الأفضل والأقوى والأجمع. واضح يا جماعة؟ وفي عندنا للأثرم كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام الأثرم، ده أيضا كتاب من كتب الحديث. فضل يا زمن، فضل. ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام الأثرم. وهناك عدد من الكتب التي ألفت، في بعض الكتب ألفت في المغرب، وفي كتاب لسه ما زال قريبا ألف أيضا، في يعني عدد من الكتب المؤلفة في هذا الباب. فإذا بس أنت الكتاب اللي يسعك الآن كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لمين؟ لسيدنا الإمام الحازمي، أو كتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث للشيخ ابن الجوزي. واضح يا جماعة الخير؟ طيب تعالوا بقى الأهم، النقطة الأهم يا أستاذ طارق. لو أنا عرفت أن الحديث ده موضوع ولك وهذا حديث موضوع وانا عايز اخرجه بقى وابحث عنه، او هذا الحديث اسناده ضعيف، فكده انا عرفت المظنة. ودي اهم نقطة، حتى دايما لما كان العلماء زمان يدرسونا ان تخريج الحديث باعتبار وصف الحديث، فكان دايما يقصدوا الحتة دي. ولكن احنا طبعا بدأنا الناس تقرأ والمشايخ يكتبوا، فبدأت تتوسع المسألة ونكتب ونقول لكم بقى حسب الاسناد وصفات الاسناد وصفات الايه؟ المد. فكلمنا عن الاسناد المرسل والمعل وروايه الايه؟ الثلاثيات، الاحاديث الثلاثيه وغيرها ممن تكلمنا فيه الان. ولكن وصفات المتون زي ما قلنا دلوقتي الناسخ والمنسوخ والمتواتر والايه؟ والقدسي، الاحاديث القدسيه دي كلها ترجع للمتن. انا لما اقرا المتن افهم ان ده حديث ده متواتر، اقرا المتن اعرف ان الحديث ده مثلا من الاحاديث القدسيه، اقرا المتن اشعر ان الحديث ده من الاحاديث الغريبه، اقرا المتن اجد ان الحديث ربما يكون المصنف او الكاتب او الباحث او المؤلف يقول لك وهذا حديث موضوع، او يحاول ان يشكك في الحديث يقول لك وهذا الحديث يعني علامات الوضع عليه لائحه، او تلوح عليه علامات الوضع، او اشم فيه رائحه الكذب، اي لفظ من دي. او حضرتك بعد معايشه تامه للاحاديث النبويه واطلاع طويل أصبح عندك ملكة حديثية أو نفس حديثي أو ذوق حديثي
تتذوق به الأحاديث. يعني أقول لك لو واحد مصاحب واحد 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة فيستطيع أن أقول لي يقول لي الأستاذ أحمد الجندي قال كذا على فلان، أقول لا الأستاذ أحمد الجندي أنا أعرفه بقالي 20 سنة أو 30 سنة، لا يمكن أبدا أن يتلفظ مثل هذه الكلمة. لماذا؟ لأني عايشت هذا الرجل وعرفت طريقته وأسلوبه وعايشت أنفاسه. وكذلك الذين قرأوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام واطلعوا على الروايات وأصبح اختلط الحديث بدمهم يعني ليل نهار قاعد يقرأ في كتب السنة مطلع في الحديث باحث في الحديث عمال بقى 20 سنة 30 40 سنة، فأول والحديث تتداعى يعني تتداعى الدواعي أو تتوافر الدواعي على نقله، والحديث تتوافر الدواعي على نقله، إيه اللي يحصل؟ لا الحديث ده فيه حاجة. أبدأ أبحث في كتب الإيه الأحاديث الموضوعة. أول كتاب يعني يطرأ في الذهن هو كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، وكتاب عظيم، ولكن طبعا تساهل ابن الجوزي على في بعض الأحاديث أو في كثير من الأحاديث وحكم عليها بالوضع وهي ليست بموضوعة على الحقيقة، ولذلك تم عليه عدد من الاستدراكات الكثيرة، فاستدرك عليه عدد من الأئمة والعلماء. ومن أهم هذه الاستدراكات كتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، يعني يذكر الأحاديث اللي ذكر ابن الجوزي ويحاول أن يبحث عن تخريج الحديث ويذكر للأحاديث طرق وشواهد، فإن وجد أن هناك عدد من الطرق تشهد الحديث فتخرجه عن دائرة الوضع والكذب يقول هذا الحديث ليس بموضوع وابن الجوزي ليس محقا في هذا الباب. إن وجد إن الحديث موضوع والإسناد فيه كذاب وقد تفرد به يبقى إذن يحكم ويوافق ابن الجوزي على الحكم على الحديث بالإيه؟ بالوضع. أيضا من الكتب المفيدة في هذا الباب ودائما أنصح به طلاب العلم لأنه كتاب خفيف المحمل سهل العبارة قريب التناول، كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشيخ الشوكاني عليه رحمة الله، الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الشوكاني عليه رحمة الله. يبقى أنا عندي أيضا كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة للإمام ابن عراق الكناني، للإمام هقول تاني حاضر. يبقى إذن كتاب الموضوعات لابن الجوزي مطبوع في 4 مجلدات وهو مجلد فارس، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ولكن قلنا ابن الجوزي عنده مش أخطاء، عنده تساهل في الحكم على الحديث بالوضع حتى أنه يعني وضع في كتابه حديثا من صحيح مسلم وحكم عليه بالوضع، واضح؟ نعم. ثم بعد ذلك عندنا كتاب الذي استدرك على هذا الكتاب، كتاب اسمه ايه؟ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لمين؟ للسيوطي. والسيوطي بقى طبعا كان متفرغ للباب ده لأنه ألف كتاب اسمه التعقبات على الموضوعات، أيضا يتعقب مين؟ ابن الجوزي، يتعقب ابن الجوزي في كتاب اسمه التعقبات على الموضوعات. نعم، وضع منهجية طبعا في الكتاب أنه من اتهم بالوضع أو الكذب، فربما كان هذا الاتهام غير ثابت ولكن ابن جوزي ما حققش المسألة فحكم على الحديث على الراوي أو الحديث بالوضع لمجرد وجود أو اتهام في الشخص بأنه وضاع. أما عند المحققة تجد إن الراوي ده توبع، لو توبع الشخص على الرواية معناه أنه لم يضع الحديث لأن الوضع معناه الاختلاق، أنا ألف الحديث. طب لو واحد وضاع كذاب روى حديثا لو تفرد بهذا الحديث إذا ممكن أن تحكم بالوضع على الحديث، إذا كان تفرد بالحديث وكان الحديث في متنه نكارة أو في متنه بطلان أو 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 ولم تجد له شواهد من الشريعة أو أو تعرف إن الحديث ده موضوع. طيب أما وجدت الراوي الوضاع روى الحديث ولكنه لم يتفرد به
بل رواه راوي تاني أيضا ضعيف جدا. يبقى إذن لا أستطيع أن أحكم على الحديث الأول بالوضع، أقول سنده فيه وضاع، ولكن لا أقول. خلي بالك بقى دي حتة مهمة أوي يا شيخ طارق، تفرق بينك وبين اللي بيدرس مع نفسه بيقرأ مع نفسه كده الواحد. استحالة اللي بيقرأ مع نفسه يعرف الحتة دي، إن الفرق حتى طلاب الدراسات العليا اللي بيحضروا معانا، تاني طلاب الدراسات العليا اللي بيحضروا معانا، حينما تريد أن تحكم على حديث، حينما تريد أن تحكم على حديث، فإذا كان الراوي وضاعا وقد تفرد بالرواية يمكن أن تحكم على الحديث هنا بالوضع، فتقول إسناد الموضوع أو هذا حديث الموضوع. واضح يا جماعة؟ بعد البحث والاستقراء والتتبع للرواية، وأنك لم تجد إلا هذا الشخص الذي قد روى هذه الإيه؟ الرواية. واضح؟ طيب، ولكن إذا وجدت الراوي الوضاع الذي حكم العلماء عليه، الراوي الوضاع الذي حكم العلماء عليه بأنه وضاع أو يضع الحديث، ولكن لم يتفرد بهذا الحديث بل رواه عدد أو واحد من الرواة الآخرين مثلا ولو كان ضعيفا جدا لهذا الحديث، شاركه في هذا الحديث في الرواية، إذا لا أستطيع أن أحكم على الرواية الأولى بأن الحديث موضوع. لماذا؟ لأن الراوي لم يتفرد به، لأن أنا اتهمته بأنه اختلق الحديث حينما أقول أنه حديث موضوع. أما ممكن أن أقول في إسناده وضاع، في سنده وضاع، ولكني وجدت الحديث عند فلان أخرجه فلان وفي سنده فلان الفلاني وهو ضعيف جدا، ثم ربما الأحاديث الموضوع ده وجدت له شاهد ثم شاهد ثم شاهد، ينزل لبقى درجة ضعيف جدا بس بعد كده، ثم وجدت شاهد 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 شاهد، ينزل إلى درجة الضعيف. واضح يا جماعة؟ تفضل. هو ضعيف جدا ده يعني ينفع نقول إن هو يوصل إلى رسول الله حتى لو هو ضعيف جدا؟ لا، لا ينسى إلى رسول الله. طيب ما احنا بنحكم بالوضع، لا مش الوضع يعني. لا في فرق يا جماعة، في فرق بين الاختلاق وبين نسبة الضعف. ضعيف النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما التانية فيها اتهام للشخص، فيها اتهام لشخص بأنه وضاع، أنه اختلق شيئا واخترع شيئا وكذب على رسول الله. إذا الذي يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس يتهمه الناس بالكذب. هناك فرق كبير بين المتهم بالكذب وبين الكذاب. الكذاب ثبت عليه الكذب، أما المتهم بالكذب هو يكذب في أحاديث الناس. إذن هناك فرق، إذن هناك فرق بين المتهم بالكذب والكذاب. واضح يا جماعة؟ هناك فرق بين المتهم بالكذب والإيه؟ والكذاب. معلش أنت بقى لسه شكلك أول مرة تحضر معانا، فعايزين نخلص الدرس يبقى احضر معانا المصطلح. ماشي؟ طيب، يبقى هناك فرق بين المتهم بالكذب والإيه؟ والكذاب. فالمتهم بالكذب هذا شخص يكذب في أحاديث الناس ولا يكذب ولم يثبت عليه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا نحكم عليه بأنه كذاب بل نقول عنه أنه متهم بالكذب. أما الكذاب هو الذي ثبت عليه الكذب والاختراع للحديث، كأن يقر على نفسه بأنه ألف الحديث أو كذا أو كذا أو كذا، أو يسأل عن حديث فيخبر أو شيخ فيخبر أن هذا الشيخ مثلا حدثه، ونبحث في تاريخ مولده وتاريخ وفاة الشيخ نجد أنه ولد بعد الشيخ مثلا بخمس سنوات، فهذا يعني هذا كذب بطريقة أخرى وثبت عليه إيه؟ الكذب. إذن يا سادة يا كرام هناك فرق. وطبعا في بحث الفروق الحديثية أنا أقوم الآن على كتابة كتاب اسمه الفروق الحديثية، أفرق ما بين المصطلحات العلمية الموجودة في علم الحديث حتى تتبين لدى طالب العلم، لأن العلم عندنا جمع وفرق، تجمع المعلومات والمهارة أن تفرق بين المشتبه منها أو بين القريب من هذه المصطلحات، فتفرق بين الكذب والاتهام بالكذب، بين الشاذ والمنكر، بين كذا وبين كذا. إذن هذه قضية تحتاج إلى بحث آخر. فإذا عندي كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وعليه كتاب التعقبات، وعليه كتاب
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. عندنا كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة لمن؟ لابن عراق الكناني. وابن عراق الكناني عمل حاجة جميلة جدا في الكتاب، بعد ما خلص الكتاب راح في فهرس الكتاب أو في قصدي في آخر الكتاب وتكلم عن الرواة الذين اتهموا، يعني مثلا يقول لك هذا الحديث فيه فلان، فيه فلان وضاع أو اتهم بالكذب، لأن هو الكتاب بيتكلم عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهناك فرق شاسع بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. بعض الناس يسيء الفهم فيساوي ما بين الحديث الضعيف والموضوع من حيث العمل، هذه خطورة، حتى ألف فيها الشيخ إبراهيم خاطر كتابا خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع. ثم بعد ذلك لما تقرأ في الآخر تلاقي الشخص اللي هو اتكلم عنه ده اللي قال في مثلا في الحديث ده فيه فلان وقد اتهم بالإيه؟ بالكذب، ترجع في الآخر الكتاب تلاقيه عمل فصل للتراجم وتكلم عن كل واحد من الناس. زي برضو التغيب والتغيب عندنا بتاع المنذري مثلا، تلاقي بس دي حاجة بعيدة عن الموضوع، بس التجار بتاع الطباعة يطبعوا الطبعات الجديدة فيحذفوا الكلام ده، بعد ما يتكلم يقول فلان مثلا ضعيف، لأن احنا عندنا مثلا كتاب الترغيب والترهيب تعرف الحديث الضعيف فيه والموضوع ازاي الضعيف ازاي او الصحيح ازاي. اللي يعرف دي ها كيف اللي يقول دي هيبقى لي عندي كتاب المره الجايه على طول ياخده اول محاضره. كيف نعرف ان الحديث من الاحاديث الضعيفه او من الاحاديث الصحيحه في كتاب الترغيب والترهيب؟ هو باين من غير ما تحتاج لتخريجات ولا بتاع. استنى بس انت عشان انت استنى بس ها هيكون مكتوب ده تي تي يعني ايه؟ ما هو كتاب الترغيب والترهيب تي تي ايه؟ ايه ده اول مره اسمع عن دي؟ ده انا اقول لك تي 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 لو قال في اول الحديث عن يبقى الحديث ضعيف. انت عكست عكست اصلا. لو قال دي فايدة قراءة المقدمة، هو ذكر في المقدمة أنه إذا ذكر الحديث بلفظ الجزم عن أو قال خدت حضراتكم يبقى الحديث صحيح أو حسن، وإذا روى صبر الحديث بكلمة روية أو قيل أي صيغة تمريض يبقى إذن الحديث ها ماله ضعيف. أنا أديك كتاب برضو على العموم لأن أنت برضو قربت من الحقيقة شوية، بس عندي أساسا لا تفيد الاتصال. نعم المهم يا جماعة، فهو يجي في الاخر في الحديث اللي قال فيه رويه شوفوا معانا كتاب الترغيب والترهيب في بيوتنا كلها صح ولا لا، ودايما ايدينا فيه رايحه جايه كده نقرا في الترغيب والترهيب ولا نعرف هذه المعلومه عنه، وانت عايز تخريجات فلان علشان اعرف الحديث صحيح ولا ضعيف. طب ما هو موجود المنذري نفسه بجلاله قدره بين الضعف من الصحه بكلمه، بس انت ما قراتش المقدمه، دخلت على طول على باب الصلاه عايز تخطب بسرعه ومستعجل، فدخلت على باب الصلاه او باب الحج او باب الصوم عايز تقرا الحديث وخلاص، ولكن المفترض ان تقرا المقدمه حتى يتبين لك مفاتيح الكتاب. طيب ياتي بعد ما كلمه رؤيه كده ياتي لان في فلان ده في فلان ابن لهيعه، فيجي يروح مترجم ابن لهيعه في اخر الكتاب. واضح يا جماعه؟ يبقى اذا تعرفنا الان على تخريج الحديث باعتبار صفه من صفات الايه؟ المتون والاسانيد قبلها. واضح يا جماعه؟ طيب لا خلينا طبعا ايضا يا جماعه الخير، لو انا مثلا برضو اقول لك على حتت برضو يعني شويه، لو انا مثلا قال لي فيه فلان ضعيف، فلان ضعيف، اروح بسرعه كده على كتاب مثلا الكامل في الضعفاء لابن عدي وفي الفهرس كده ابحث عن اسم الشخص ده، هلاقي اسم الشخص ده وابحث هلاقي صفحه مثلا جزء 5 صفحه 120 اسمه الترجمه بتاعته، ففي الترجمه بتاعته بيذكر كل الاحاديث التي ضعف فيها هذا الايه الراوي، يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ برضو وصول لمصدر الحديث، لان الكامل بيذكر الحديث باسناده، يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني، يذكر الحديث، فتلاقي الحديث بتاعك اللي انت كنت بتدور عليه
بالإسناد كاملا موجود في ترجمة الشخص اللي انت لقيت اسمه في الكتاب بتاع الفقه. يعني كتاب الفقه مثلا كنت تقرأ في كتاب الهداية أو كتاب شرح قروي يقول لك وهذا الحديث حديث الطهور الماء طهور لا ينجسه شيء ولكن هذا حديث ضعيف فيه فلان، فتروح تدور على فلان ده وتدور عليه مثلا في كتاب الكامل في الضعفاء، كتاب الضعفاء الكبير لمين؟ للعقيلي، كتاب من كتب الضعفاء. بس الحته دي صعبه على مستواكم لان انت طبعا انا مش عايز يعني ايه بالتمرس والقراءه هتلاقي نفسك انت بتعرف الكلام ده لوحدك. بس احنا بندي الايه الاصول التي لا يستغني عنها طالب العلم في التخريج. واضح يا جماعه؟ ثم بعد ذلك بمهارتك وبقراءتك وباطلاعك وبحثك ستعرف هذا الكلام ان شاء الله. لو في التخريج اسالي، غير التخريج ما تساليش. انا دلوقتي مش بتكلم على ضعف الحديث، انا بتكلم على ازاي اجد الحديث ولاقي الحديث بتاعي اللي فيه راوي انا عرفت انه ضعيف. انا لا اتكلم عن ضعف الشخص، لا ضعف الحديث ضعف، ولا اتكلم عن ضعف الحديث ولا الحكم على الحديث. انا اتكلم الان عن حديث وجدت فيه صفه من الصفات التي تشعر بانه ضعيف او موضوع، فلقيت الحديث كده فبحثت في كتب الموضوعات وجدت من العلماء نصوا على ان الشخص ده ضعيف وعايز اطلع الحديث ده فابحث عنه في كتب الايه الضعفاء. هذا هو الذي اقصده في هذا الكلام. في عندي نقطه ثانيه او باب اخر من طرق التخريج، وده كان زمان يعتبر هو الاساس معانا، دلوقتي اصبح يعني لا قيمه له في الحقيقه، يعني خاصه بعد وجود الحواسب وبعض بعد وجود مثلا معجم الفهرس الفاظ الحديث وبعد يعني التمرس والدربة في الحديث ما بقاش محتاجين. لذلك أخرته آخر حاجة في قضية الطرق اللي هو التخريج بواسطة لفظة غريبة من الحديث. لفظة غريبة من الحديث يعني أنا الحديث عندي حديث مثلا كل عتل جواظ، في لفظة غريبة ولك صغارهم دعانيس الجنة، صغارهم دعانيس الجنة، ألفاظ غريبة في الروايات. فلو وجدت حديث فيه لفظة كده صعبة أول شيء يذهب إليه العقل هو أنني أخرج من كتاب اهتم بتخريج الأحاديث حسب اللفظة الغريبة. وعندنا في هذا أشهر كتاب في هذا الباب كتاب المعجم المفهرس، اشتهر بكده، هو المفترض المعجم المفهرس لألفاظ الايه الحديث، ممكن تنفع بصفة بهذا لو قعدنا نفهم المعنى قعدنا نفهمها ولو فهمنا المعنى هذا أيضا نفهمها. المعجم المفهرس والمعجم المفهرس، ايه المعجم المفهرس الذي او المعجم المفهرس الذي ألفه مجموعة من المستشرقين يا دكتور أسعد؟ للأسف الشديد لا لا نيتهم بعيد عنك سيئة، المستشرقين انت كانت نيتهم حلوة المستشرقون دائما يبحثون في كتب الإسلام ويقرؤون ويطلعون حتى الآن حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها دي. وأنا من قريب رأيت والله مستشرقة هنا في الأزهر عندها اهتمام عجيب جدا بكتب التراث ومصادر السيرة ومصادر السنة وتبحث عن الكتب وتجري في المكتبات. فحتى سألتني عن كتاب حديث عرفت انها يعني دي مدقدقة في البحث، يعني نصحة في البحث ولا تتكلم العربية الا يعني متكسر زي ما بيقولوا، يعني تكلم العربية يعني بشق الانفس، ولكنها تهتم بدراسة الحديث النبوي وكذا. لماذا؟ نريد أن تتصيد الأخطاء، تقرأ هذا تقرأ هذا تتصيد الأخطاء. فالمستشرقون ألفوا الكتاب ده علشان يقربوا كتب السنة ليهم هم، ثم بعد ذلك يطعنوا في الأحاديث براحتهم، مجمعين أحاديث الصلاة لوحدها وأحاديث الطهارة لوحدها وأحاديث الحج لوحدها وكده. فجابوا تسع كتب، الكتب التسعة عارفين الكتب التسعة، وجابوا الكتب التسعة وعملوا عليها التصنيف ده
البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومطأ مالك ومسلم الدارمي ومسند احمد، كتب التسعه دول جابوهم كده وقعدوا يبحثوا فيهم ورتبوا الكتب على حسب هذه الطريقه وعلى حسب الاحاديث الايه الغريبه، اللفظه الغريبه. يعملوا ايه في اللفظه الغريبه؟ يجيب الحديث، انت لو معاك الحديث وتريد ان تخرج الكتاب من كتاب المعجم المفارس لالفاظ الحديث، طبعا كان فلسينكي برضو ليه ايد في الموضوع ده، كان هو من ضمن الايه المجموعه بتاع ادي الكتاب اهو المعجم المفارس لالفاظ الحديث، ادي اسم الكتاب وموجود في مكتبات وذائع وشائع وعلى الانترنت، موجود منه نسخ كتير حتى بالالوان. ادي الترتيب بتاعه اهو، بيجيب اللفظه الحديث اللي فيه لفظه غريبه، يروح مثلا جايب اللفظه الغريبه، يعني مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فان كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، فهو ظن مثلا كلمه هجرته دي هي الكلمه الايه الصعبه، فيروح نعمل ايه، انت لو عايز الحديث بتاعك تبحث عن ال 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 ترجع الكلمه للماضي بتاعها، يعني ما كانت هجرته الايه الماضي بتاعها ايه هاجر، يبقى ترجعها لمين لكلمه هاجر، فتبحث في كلمه هاجر فتلاقيه جاب بقى هاجر يهجر هاجرا الهاجر، وجد كل لفظ وتحتيه الايه الاحاديث بتاعته، فتلاقي الحديث يقول لك الحديث ورواه مين احمد ولا الترمذي ولا النسائي وجزء كذا والباب كذا ويديك البيانات الكافيه في هذا الموضوع. وطبعا في ناس عملت عليه استدراك على بعض الاخطاء اللي موجود فيه، الدكتور سعد المرصفي عمل كتاب اسمه اضواء على اخطاء المستشرقين في المعجم المفارس لالفاظ الحديث النبوي الشريف. طيب نعم، ارجع للكتاب بتاع سعد المرصفي يقول لك ان يعزو خطا، لان هو سعد ده مستشرق ممكن يفهم اللفظه غلط، وعندنا بعض الاخطاء انا عندي رصيدها عندي في النسخه اللي عندي في البيت، ان هو يبدا يجيب لفظه هو فهمها غلط فهمها غلط فاشتبهت عليه فيروح حاططها تحت الكلام ويقوم عليها، يختلف تماما عن الموضوع ده، يختلف تماما. لا ما استعانش، لا هو كده بس عمله كده. ممكن الدكتور بيقول لفظه هو بيقول ان هي غريبه، يعني مثلا حديث تمر لا بيت لا تمر فيه جياع اهله، يجيب مثلا كلمه ايه اكتر كلمه غريبه في الجمله دي جياع، فيروح رجعها لكلمه ايه ماده جوع، جاء يجوع جوعا جوع مثلا، ويروح تلاقيها يقول لك مسلم في الاشربه وابو داود في كتاب الاطعمه والترمذي في الاطعمه وابن ماجه في الاطعمه والدارمي في الاطعمه واحمد، وراح يجيب لك رقم الايه البيانات بتاعه الايه الحديث. طب لو عندنا حديث اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، نخرجه منين؟ من كلمه خانه، كلمه خانه، ومن ايه ونخرج الحديث من هذا الحديث. مثلا حديث موت الفجأة أو موت الفجاءة أخذة آسف، يعني في بعض العلماء يشرح هذا الحديث يقول إن الناس أن إذا كثر موت الفجأة فدل عليه أن غضب من الله سبحانه وتعالى وليس غضبا على الشخص المعين. نعم، فلو ده أبحث بكلمة إيه بكلمة فجأة صح كده، لا لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيه عن القران، نبحث بكلمة إيه؟ قارنة. الفاجر خب اللئيم، الكلمة بقى هنا اللي صعبة خب، يبقى ندور في كلمة خربة صح كده لا؟ يبقى إذن يا جماعة إحنا بنبحث في المعجم المفارس، لو لقينا لفظة غريبة نبحث على كتاب عن في كتاب إيه؟ المعجم المفارس الفاظ الحديث بتاع اي فلسينك ومجموعه من المستشرقين، ده كتاب في 7 مجلدات مش كتاب صغير يعني، وطبعا كبيره جدا، كنا بنقعد نخرج فيه من مكتبه كليه اصول الدين هنا ونقعد ندور فيه، وكان عندنا ده يعتبر اكتشاف علمي. دلوقتي بعد موجود الكمبيوتر والمره الجايه هتعرفوا بقى ان انتوا الاغلب هيحاول يتعامل مع الكمبيوتر بس وينسى موضوع ان يتعامل مع الكتب والمصادر، ولكن لن تجد لذه في الدنيا أفضل من التعامل مع الكتاب.
كتاب امساكك الكتاب كده ومتعتك القراءة كده في الكتاب لن تجد هذه في النظر إلى الشاشة أبدا، ولم تقرأ الشاشة. طب حبيت تقيد معلومة، تقيدها فين؟ في الشاشة، في الكتاب. بتقعد تفتح ملف وورد بقى وتقعد تكتب والميديا والكلام ده وتدور عليه. أما ده بفضل الله سبحانه وتعالى تستطيع ان انت تكتب في المعلومة وتحط ورقة في قلب الصفحة اللي انت عندها او في الجلد بتاع الكتاب، زي ما استاذنا الدكتور احمد معبد عبد الكريم ما تلاقيش كتاب عنده في مكتبته، ودي شيء عجيب جدا. مكتبته اضخم المكتبات في يمكن اقول لك في الشرق الاوسط، من اضخم، مش هقول ايه اضخم، من اضخم المكتبات في الشرق الاوسط مش في مصر، يعني تقريبا ما فيش كتاب يسمع عنه لو يجيبه يعني. فمكتبته ضخمة جدا، ولكن كل كتاب سبحان الله تلاقيه طلع عليه وقرأه او كتب فيه في الجلده بتاعته الحاشيه بتاعته فوائد. واضح يا جماعه؟ يبقى اذا مهم جدا لو انا عندي حديث فيه لفظه غريبه ماذا افعل؟ اهرع الى كتاب ايه؟ المعجم من فرس الفاظ الحديث، او كتاب غريب الحديث للقاسم لابي عبيد القاسم بن سلام، لابي عبيد القاسم بن سلام، كتاب مطبوع فيه مجلدين، وده بيذكر الاحاديث ويذكر هذه الاحاديث بايه؟ باسنادها، لانه كان من المتقدمين. غريب الحديث لابي عبيد القاسم ابن سلام. اظن بهذا نكون قد وصلنا الى طرق التخريج المتعلقه بالكتب، طرق التخريج المتعلقه بالكتب. انا اريد منكم الان حد يقوم يقول لي انواع طرق التخريج التي تعرضنا لها ونبذه في سطر واحد عن كل طريقة منها. مين يقدر يبقى شاطر يعني عندي كتاب هدية؟ اتفضل. هما خمس طرق مولانا، أول طريقة اسمعوا يا جماعة وركزوا كويس جدا، على فكرة التلخيص ده ممكن هو اللي يثبت في ذهني في كل اللي احنا قلناه. الطريقة الأولى هي طريقة التخريج عن طريق طرف الحديث، أي الكلمة الأولى التي يبدأ بها الحديث النبوي. وهذه الطريقة لابد أن يكون الإنسان عالماً بمبدأ الحديث حتى بمطلع الحديث أو أول طرف في الحديث، مطلع الحديث أو طرف الحديث كي يخرج، فإن لم يكن عنده طرف الحديث فلا يستطيع أن يخرج بهذه الطريقة. طب زي إيه الكتب بقى، أهم الكتب اللي أنا ممكن أرجع لها بهذا من هذا الطريق أو من هذه الطريقة؟ طريقة أطراف الحديث، كتاب الجامع الصغير، والجامع الكبير الإمام الإيه؟ السيوطي، أو المعجم المعجم المفارس لألفاظ الحديث بتاع مين؟ موسوعة أطراف الحديث، موسوعة أطراف الحديث بتاع الشيخ محمد بسيوني سعيد زغلول، أو الشيخ بسيوني سعيد زغلول أبو هاجر سعيد زغلول، مشهور كده يعني. اسمه إيه؟ موسوعة أطراف الحديث النبوي. موسوعة أطراف الحديث النبوي. يبقى عندي أهم ثلاث كتب في هذا الباب، الجامع الصغير، الجامع الكبير، وموسوعة أطراف الحديث. طيب الطريقة الثانية هيقولها الشيخ طارق، هيقولها الشيخ طارق ونكمل. اتفضل. طريقه مهمه جدا، اهم طريقه من طرق تخريج الحديث، احتياج لطالب العلم ان يفهمها ويعرفها. لا انا عايز تقف في الشيخ طارق كده وتقول من عندك. طب هي طريقه التخريج حسب موضوع الحديث، ما خرج من العقل دخل الى العقل. هي طريقه التخريج الطريقه التقليديه التي تعتبر اكثر احتياجا لطالب العلم ان يفهمها وان يعرفها. تمام. طريقه التخريج حسب موضوع الحديث، واذا كان معنى متن الحديث او جزء من الحديث، اننا نستطيع ان نخرج الحديث بواسطه موضوع الحديث. موضوع الحديث يعني ايه؟ يعني تحت اي باب الدرج من موضوعات الفقه. ايوه الفقهية. طيب ايه اهم بقى الكتب اللي انا يعني مثلا انا عرفت موضوع الحديث، يعني انا دلوقتي وانا اناني حديث، وطبعا في التطبيقات هيبقى معانا حوالي مثلا بتاع 50 تطبيق ان شاء الله. مثلا انا عندي حديث وعرفت موضوع، انا بيتكلم في الطهاره، ان النبي عليه الصلاه والسلام توضأ فبدأ بيمينه قبل شماله، يبقى ده يدور في الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية وعلى الموضوعات العلمية، زي كتاب الجوامع، زي الجوامع، زي الجامع بتاع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي، أو كتب السنن زي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن البيهقي وسنن الدارقطني، أو كتب المصنفات زي مصنف ابن أبي شيبة ومصنف مين؟ عبد الرزاق، لو أنا عارف موضوع الحديث. أما إذا كان أنا ما معيش الموضوع وعندي مثلا الراوي الاعلى، اعمل ايه؟ قول لي انت بقى، عشان بس ايه يبقى الكتاب بتاعك كده ضمناه. ايوه، ان يكون الاسناد مشهورا
يعني انا عندي دلوقتي معايا اسم الراوي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال مثلا كانت يدي تطيش في الصحفة. ده مش عن ابن عباس، عن مين؟ عمر بن ابي سلمة. معايا عن عمر بن ابي سلمة ان يدي كانت تطيش في الصحفة، او حديث ابن عباس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فانا عايز الراوي الاعلى، اعمل ايه؟ ها؟ ابحث في كتب المسانيد التي المسانيد. ايه بقى المسانيد؟ زي مسند التي ركبت على اسماء الصحابه، زي مسند الامام احمد، مسند ابي داود الطيالسي، اه ماشي، مسند ابي يعلى، مسند البزار، او المعاجم زي معجم الكبير للطبراني. الصغير لا، ولا الاوسط لا، لان الاوسط والصغير مترتبين على حسب الشيخ، شيخ الشيخ الطبراني. واضح يا جماعه؟ طيب اجلس، حد يقول لنا طريقه اخرى من طرق التخريج تكلمنا عنها؟ ما حد ترك؟ طيب من الطريقه طرق التخريج الاعلى او الاعلى، ساب لنا اهم كتاب، كتاب تحفه الاشراف للمزي. كتاب تحفه الاشراف مترتب على اسماء الصحابه ويذكر مطلع الحديث والتخريج، وهو من ادق الكتب في التخريج. لماذا؟ لانه يبين الفروق بالالفاظ او الروايه. لو عندك تصحيح في اسم راوي ولا حاجه، تستطيع ان تستدرك هذا من كتاب تحفه الاشراف للامام المزي. بتحط كتاب المزي ده مع الكتب دايما في ايدك اليمين، مع كتاب من مسند الامام احمد ومسند الامام ابي يعلى ومسند البزار والمعجم الكبير للطبراني وغيره من الكتب التي الفت على الايه؟ المسانيد. طيب عندي طبعا الطريقه بتاعه اللي هي صفه الحديث، ان الحديث عندي سواء كان صفه للسند او صفه للمتن. صفه السند مثلا، انا عندي الحديث مثلا مرسلا يبقى في كتب المراسيل، حديث معلق يبقى في كتب العلل، حديث من الثلاثيات يبقى في الحديث الثلاثيه. اما اذا كان المتن نفسه وصف بأوصاف مثلا من الأحاديث القدسية أو الأحاديث المتواترة أو أنه حديث موضوع، خدت بال حضراتكم؟ أبحث في الكتب التي ألفت في قبل، أو ناسخ ومنسوخ، حديث منسوخ أو هذا حديث ناسخ، سأجد في كتب الناسخ والمنسوخ. المتواتر أجده في كتب متواترة، الأحاديث المتواترة وإحنا قلنا عليها بالتفصيل، أو الكتاب التاني اللي هو كتاب إيه؟ قطف الأزهار المتناثرة، أو لو الحديث من الأحاديث القدسية هلاقيه جامع الأحاديث القدسية بتاع الصبابطي، أو كتاب عبد الرؤوف المناوي، أو في كتاب محمد المدني، أو كتاب الشيخ بتاع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. واضح يا جماعة؟ المرة اللي جاية وقلنا طعم تغيير الحديث المعجم المفارس ألفاظ الحديث، دي مهمة جدا برضو، كانت في الفترة اللي فاتت ولكن الآن أصبحت لا قيمة دايما. دلوقتي اللي الواحد بيحاول يعني ايه اهم هذه الطرق فعلا دلوقتي في الواقع؟ يعني دلوقتي انا قعدت اخرج حديث، قال الاستاذ احمد حديث دلوقتي، وانا اردت ان انا اخرج الحديث دلوقتي، فدايما بشوف طبعا الكمبيوتر ده هو لو معاك اول حاجه بتبدا بيها بيديك مفاتيح، بس لو معيش اول حاجه ببدا بيها الطريقه على طريقه الترتيب الابواب الفقهيه والموضوعات الفقهيه. وانا قلت لكم المره الجايه يا شيخ طارق تفكرني بورقه اجيبها لك معايا، كل الكتب اغلب كتب السنه مرتبه على حسب ده مترتب ايه وده مترتب ايه. المهم يا جماعه ان احنا دايما نقرا كتب الحديث. من اهم كتب التخاريج طبعا، ده مهم بقى طبعا، كتب الترجع الى كتب التخاريج نفسها. يعني انت لما تخرج الحديث ما ينفعش ان انت ما تخرجش او ما ترجعش لكتب التخاريج عشان تشوف تخريجك ده موافق لهم ولا لا. وفي الاصل اصلا اول لما تعرف انك كتبت في نصب الرايه او في البدر المنير او في كتاب نتائج الافكار بتاع ابن حجر اللي هو في الاماني تخريج احاديث الاذكار، او في اي كتاب من كتب او بيان الوهم والاهام لابن القطان، او في اي كتاب من هذه الكتب التي خرجت او بينت او وضحت الحكم على الاحاديث، يبقى لابد فورا ان تفزع الى هذه الكتب لانها هي الاهم. ودول كانوا ائمه كبار عندهم اطلاع شديد وبحث في الاسانيد والعلل، فيدلني على المطلوب من اقرب طريق. واضح يا جماعة؟ احنا طبعا هنتمرس، يبقى اذا ما ينفعش ان انت تغفل او تغفل عن كتب التخاريج. يعني يا شيخ رزق لما يكون انت بتخرج الحديث ورجعت لأي تخريج
لازم يكون تبص على النص الحديث ده نص بالراي ولا لا، اذا كان بيتعلق بموضوعات فقهيه او في البدر منير لابن المنقب او في كتاب التلخيص الحبير لابن حجر، دي اهم الكتب الموجوده. لازم بيان الوهم والايهام لابن القطان، تخريج المغني عن حمل الاسفار الاسفار لمين؟ الحافظ العراقي. كل دي كتب مهمه جدا جدا. مجمع الزوائد، مجمع الزوائد الهيثمي، دي كلها كتب مهمه جدا يا جماعه، لازم طالب العلم يرجع. ثم بعد ذلك من المهم ايضا من القواعد المهمه، اياك اياك، لا يغتفر لك هذا الخطا قط، ان يكون الامام قد حكم على الحديث بصحه او ضعف، او اعل الحديث بشخص براوي من الرواه، وانت تترك هذا وتبدا عمليه بحث منفرده بعيدا عن هذا، او تؤمن هذا الكلام. اهمالك لهذا الكلام يعني سقطه شديده جدا وخطا عظيم جدا في التخريج. يبقى لابد لا تتعجل بعدما تنتهي مثلا من كلام الترمذي. الترمذي ذكر الحديث، دائما الترمذي يذكر حكم الحديث فيقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث غريب، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يقول لك الشواهد ومتابعات. انت بقى تترك هذا الكلام وتروح ترجع لكلام فلان وفلان المعاصر؟ لا، ما ينفعش، عيب، منتقد قوي. اذا خري الحديث في كتاب زي صحيح ابن حبان او صحيح ابن خزيمه، ده مهم جدا تضع هذا في اعتبارك، ان كده الحديث ماله لا يمكن ان يكون موضوع ابدا، لا يمكن ابدا، بل غالبا الحديث صحيح او حسن. فاذا الحديث كده انت بدات تطمئن نفسك الى ان الحديث صحيح، لانه في صحيح ابن خزيمه وفي صحيح ابن حبان او في المنتقى لابن الجارود او في صحيح ابن السكن، وصحيح ابن السكن مش موجود بين ايدينا، بس بنتكلم على الكتب الايه الموجوده او الاحاديث المختاره للضياء المقدسي. يبقى دي كتب تطمئنك على الموجود. لازم تقول ان الحديث ده مخرج في صحيح ابن حبان، ودايما حتى العلماء يعلوا كده، يعللوا حكمهم على حديث بالتحسين، يقول لك ايه كيف وقد خرجه ابن حبان في صحيحه او خرجه ابن خزيمه في صحيح، ونحكم عليه بالضعف الشديد. ده على الاقل دي تنطر يعني الراوي من الضعف الشديد الى مرتبه اعلى شويه، يبقى الضعف حتى مثلا او الحسن او غير ذلك. المره القادمه باذن الله هبدا نصف المحاضره في الكلام على القواعد، ودي مهمه جدا طبعا، من اهم المحاضرات الموجوده ان شاء الله هتبقى. وانا عايز ابداها قبل المغرب، هل يمكن؟ الجمعة الثلاثة الجاية في دراسة؟ طيب، طب هل ممكن الأسبوع اللي جاي نبدأ بعد العصر وناخد من العصر للمغرب؟ موافق؟ كله موافق؟ طيب الحمد لله. ليه بقى يا جماعة الميزة في إيه؟ طب نبدأ بعد العصر بنص ساعة؟ أربعة ونص. نبدأ أربعة ونص، يكون وصلتوا بالسلامة إن شاء الله. هنبدأ أربعة ونص، نقعد المغرب علشان نبدأ نأخذ نصف ساعة في القواعد فقط، وبعد كده ناخد بقى التخريج عن طريق شمال الشمال، دي هتاخد معانا بتاع ساعة ونص ساعتين. عايزين بقى اللي ما عنده لاب يتكرم به مشكورا.